بقول لك انا كركر ما تجيب شوايه كده. لا يا ابني مش هديك حاجه الا شوايه دي ممكن تشتري يا عم. يا ده هات بق يا ده ما تبقاش نيتن كده. ده بق ده بق مش هينفع سيف انا تافف فيها يا عم. هتشرب مكان اهو اقول لك اهو يا عم اديني تفيت فيه. شوف بقى هتشرب منها ازاي. عايز تشرب تاخد تشرب. صدقت ان انت عيل بارد. اضرب اضرب اهو فيها كتاب دين وريني بقى تضرب ازاي. استغفر الله العظيم يا رب. انت خنزير. طب خد دي بقى احسن عشان تبطل النتانه اللي انت فيها دي. طب والله العظيم بقى لو قلنا ابوك بقى. A few moments later. بابا بابا شوف سيف بقى بابا. ماله الزفت ده عمل ايه؟ كنت ماسك يا بابا ازازه بيبس بابا كنت بشرب منها جاي حدف عليا توبه وقعها مني في الارض. انت قلت ايه يلا؟ بقول لك ابو حدف عليا توبه وقعها مني. لا 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 مش دي مش دي. انت قلت انا انت كنت بتشرب ايه؟ بيبس بابا بيبس في ايه يا بابا؟ في ايه؟ ده انت نهار ابوك يا اسود. انا مالي يا بابا بقول لك سيف هو اللي كبها عليا. سيف ده انا هكافئه على اللي هو عمله معاه. ازاي يعني بابا ده كده ظلم بقى والله. ظلمي ايه يا حيوان ده خايف عليك يلا. هو مش احنا ياض عاملين مقاطعه؟ والله يابا عمال افهمه من بدري اقول له ده كركر بيبسي ديت ياض تبع المقاطعه ياض اللي بيصنعوها اللي ما يتسموش ياض ده بياخدوا فلوسها وبيعملوا بيها حاجات مزيه للناس وهو ولا فارق معاه. بقى اقول له من بدري اقول له يا كركر يا كركر ما ينفعش البيبسي بلاش البيبسي وهو برده دماغه راكبه. نرفزت بقى الصراحه ماشي كتوبة حادفة في الإزازة وقعتها منه في الأرض. حاولت أعمل حاجة صح. خديه وأنا كمونيه. عرفت الكدابة؟ بابا بابا ده كان بيقول لي هات بقه والله. اخرس يا حيوان ده أنت حسابك معايا بعدين. بارك الله فيك يا سيف. حبيبة حاج ربنا يخليك. امسك يلا امسك. امسك. امسك العلم السيفتي ده وخش الزقه جوه على قاعده الحمام. ايوه اللي بتشخ فيها امسك. بص انا عملت ايه؟ حطيت واحد هنا واحد على باسكت الزباله هنا هو ده كده مقامهم. امسك يلا وحطه على القاعده اللي بنشخ فيها جوه. هات يا بابا. حاضر. خلص يلا وغير هدومك وتعالى لي عشان تعرفوا ايه اللي معانا وايه اللي علينا. يلا. حاضر يا بابا. وانت سيف غير يلا هدومك يلا وتعالى معايا يلا. حاضر يا بابا. بص بقى ركز معايا يا واد يا سيف عشان من هنا ورايح في منتجات مش هتخش البيت وهنقاطعها ولازم تعرف ايه هي المنتجات دي عشان مفيش اي منتج اجنبي هيخش البيت من النهارده. ماشي بابا بس استنى بس الواد كركر قبل ما يخلص كده عشان يسمع هو كمان. اه صح استنى لما اقوم اشوف الواد ده اتاخر ليه. خلاص يا واد كفايه عليهم الحبه دول. تعال يلا تعال. ماشي يا بابا. بصوا بقى احنا الحاجه الوحيده اللي في ايدينا ان احنا ندعم بيها اخواتنا اللي في فلسطين هي المقاطعه. وهي ايه المقاطعه دي يا بابا؟ المقاطعه ديت ان هي ان احنا مش هنشتري اي منتج اجنبي لان كل المنتجات الاجنبيه بتدعم الناس اللي انت لسه مطرطر عليهم دلوقتي. اه فهمت. طب احنا هنعمل ايه يا بابا؟ ده احنا اغلب الحاجات اللي بنستخدمها في يومنا الطبيعي منتجات اجنبيه. ولا حاجه كل المنتجات الاجنبيه ديت ليها بديل مصري. اقول لك على حاجه احسن من المنتجات الاجنبيه كمان. بس انا ضد موضوع المقاطعه ده بابا. يبقى انت يا ابني ولا عرفك يا بابا. يا بابا ده اه يا خاين اديله تاني بابا. استهدى بالله. بس بابا انا قصدي ان احنا ننسى المنتجات دي ما نقطعهاش لان المقاطعه انت ممكن ترجع لها تاني انما انا قصدي ننساها يعني مش هنستخدمها تاني خالص. اه يعني انت قصدك ان احنا نسيب المنتجات ديت خالص ما نقطعهاش. بس ايوه بالظبط كده. تصدق بابا طلع عنده حق. جدع ده سيف حلوه الفكره دي احييك يا واد. حبيبي حاج حبيبي. طب قول لنا بقى ايه هو بديل المنتجات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها ديت. بصوا بقى انا عارف انكم بتحبوا البيبسي وما بتقدروش تستغنوا عنها وقت الاكل. اه بالظبط كده. لا من هنا ورايح مفيش بيبسي.
في سبيروس بابس. اصلا المنتج ده مصري 100%، وبعدين كمان طعمه احسن من البيبسي الزفتي اللي احنا بنشتريها ديت. ده الشركه دي انتاجها اقدم من دوله اسرائيل ديت ما اتعملت اصلا. فسبيروس باتس بعد كده بديل لاي مشروب غازي. حلو الكلام. بس وبعدين كمان انا جبت لكم منها، امسك هذا كارك ايشو، امسك انت كمان ولا سيف. الله بابا دي شكلها حلو قوي. لا وطعمها جامد كمان. اه والله يا كركر، شفتوا بقى مش قلتلكم؟ ها وايه كمان يا بابا؟ ومن هنا ورايح تنسوا حاجه اسمها شيبسي. ازاي يا بابا؟ بس بابا ده العشق ده. اه بابا ده انا ما اقدرش استغنى عنه ده. ياد خد البديل بقى. ماشي قول يا بابا. تايجر. وعلى كده بابا تايجر دوت احسن من شيبسي اللي احنا بناكلوه عادي؟ اه ياد انت فاكر ايه؟ المصري فوق برضو. امسك هذا كركر. وين خد هذا سيف. صدق يا كركر ده طعمه طلع احسن من الشيبسي. اوه ده بياما قوي سيف، بياما قوي. اه ايه كمان تاني بقى بابا؟ عشان انا بقى ايه بدات اتحمس للمنتجات المصريه. بصوا ركزوا معايا، الشيبسي والبيبسي ديت اكتر حاجات انتوا بتجيبوها تمام، وانا لقيت لكم البديل بتاعها. نفس الكلام بقى على اي حاجه انت ممكن تشتريها تانية من بره تمام. فاحنا لازم نعمل مقاطعه لكل المنتجات الاجنبيه ونشتغل على المنتجات المصريه الفتره اللي جايه. فانت لما تيجي تشتري حاجه وشاكك فيها ان هي منتج اجنبي من ضمن المقاطعه ولا منتج مصري من ضمن اللي مش مقاطعه، هتحمل ابلكيشن اسمه قضيتي. البرنامج دوت تحمله وتصور له المنتج، هيقول لك اذا كان المنتج دوت من ضمن المقاطعه ولا لا. فانتوا حملوا الابلكيشن دوت علشان احنا لازم نقاطع كل المنتجات الاجنبيه. وعايز كل اخواتي اللي بتتفرج على الفيديو دوت تحمل الابلكيشن دوت علشان بجد هيعرفك اذا كان المنتج دوت من ضمن المقاطعه ولا لا. واحنا بجد يا جدعان لازم نقاطع كل المنتجات الاجنبيه ونشتغل على المنتجات المصريه. فحملوا الابلكيشن وادعوا لاخواتنا الفلسطينيين وربنا ينصركم. بس انت معانا بقى بابا في المقاطعه ديت ولا بتتكلم بس؟ اكيد طبعا معاكم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بعدين قاعد انت بتقول كده ليه؟ اصلك يا بابا انت كل يوم بتشرب لك 50 60 كوبايه شاي، وانت ما بتشربش غير شاي ليبتون، وشاي ليبتون دوت في المقاطعه. يا عيب عليك ياض، ودي حاجه هتفوتني برضو. انا جبت العروسه. عروسه مين اللي جبتها يا حاج؟ ده انا هخلي امك اسود. هبص امك عايزه تتعارك اهي، هي لازم كده كل شويه تعمل معاها مشكله من ما فيش. بص انا بكلمكم في ايه وهي بتفكر في ايه؟ اتفقوا وليا في ايه؟ هو انا لازم كل يوم اسبحك بعلقه وامسكي بعلقه؟ استنى يا ابني اخش ادي امك علقه تموت عشان تحرك تتكلم معاك كده تاني. ولا حد يلحقنا لو امك مش حلاني. امك مش حلاني.